ينبغي أن يكون هناك التفاف في هذه المرحلة. يعني نحن في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكل القوى الوطنية المعيدة للشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ندعو كل الشعب اليمني شمالا وجنوبا، كل الأحرار في اليمن وكل المكونات إلى الالتفاف حول الرئاسة اليمنية والشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية الشرعي عبد الرب منصور هادي، المدعوم دوليا وإقليميا، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، حتى نستعيد كل اليمن ونطهر اليمن من الميليشيات. Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var? لا أمريكا ولا روسيا تتعرضان للخطر في هذه المنطقة. من يتعرض للخطر هو تركيا ومواطن البلد الذي توجد فيه المنظمات الإرهابية هذه. وإذا كنا نحن من يتعرض للخطر فلماذا يتدخل الآخرون في المنطقة؟ ونحن شركاء مع الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، ولذلك فإنه من الضروري أن يقوم هذا البلد بالتعاون مع تركيا، البلد القوي والشريك القوي له في المنطقة. ولا أرى أنه من اللائق أبداً أن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا مع المنظمة الإرهابية، ولا نرى ذلك من الصواب. إن زيارتي إلى أمريكا هي بمثابة ميلاد جديد في العلاقات الثنائية، وللأسف المعلومات التي وصلتنا حتى الآن لا تطمئننا. إن الدعم العسكري الذي قدم إلى وحدات حماية الشعب الكردية يتضمن أسلحة ثقيلة، وهذا موثق بالأدلة وهم يعترفون بذلك. وهذه التطورات تتعارض مع علاقاتنا وتفاهماتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نرغب أبدا في حصول ذلك. وسنطرح هذا الأمر خلال اللقاء، وسنكرر رأينا في أن التعاون مع منظمة إرهابية للقضاء على منظمة إرهابية أخرى ليس مفهوما سياسيا مثاليا. تحرير مدينة أو محافظة الرقة سوف يتم على يد قوات سوريا الديمقراطية، وهذه البشرى سوف نعلن في قلب المدينة الرقة، في قلب المدينة الرقة مع هؤلاء القياديين الموجودين. لا نريد أي قوات تشاركنا، نشكرهم، فقواتنا كافية لتحرير الرقة وما بعد الرقة. ما بعد تحرير الموصل، ما بعد طرد الإرهاب، مرحلة مهمة ومعقدة جدا، تحتاج إلى إدارة سليمة للبلد، تحتاج إلى تفاهمات سياسية، تحتاج إلى إعادة الإعمار بسرعة، إعادة النازحين، كبح الميليشيات المنفلتة، الكشف عن مصير المخطوفين الذين هم بالآلاف الآن، والحكومة عاجزة عن التحرك لإطلاق سراحهم. هذه الأشياء كلها تعيق استقرار سياسي ما بعد داعش. والله معنويات الأسرة جوا في داخل السجون، معنويات الأسرة حديد العادي، معنوياتهم وعزيمتهم أقوى من الفولاذ. الأسرة بس بدهم شغلة واحدة، بدهم مساندة الشعب الفلسطيني. The president will then travel to Israel. سوف يسافر رئيس ترامب إلى إسرائيل، وخلال لقائه بالرئيس ريفلين والرئيس الوزراء نتنياهو سيؤكد على الأواصر الراسخة التي تربط الولايات المتحدة بالدولة اليهودية. ومع الرئيس عباس سوف يعرب عن رغبته بحصول الفلسطينيين على الكرامة وتقرير المصير، كما سيعبر الرئيس للقادة والشعوب طوال رحلته عن آماله في إرساء سلام عادل ودائم. أنا على اتصال شخصي برئيس هيئة الأركان المقال بول مولو، وأطمئنه أنه مرحب به متى عاد إلى جوبا. أعطيت كل الجهات الأمنية تعليمات واضحة لحمايته وكل أتباعه أينما كانوا، هنا في جوبا أو أي جهة وجدوا فيها. عندما تحدثت تيريزا ماي أمام الجمهوريين في فلوريدا شهر يناير الماضي عن أن صعود الصين والهند مثير للإنذار، وأن على الولايات المتحدة وبريطانيا استخدام قوتهما العسكرية لحماية مصالحهما، هذا النوع من اللغة هو الذي أدى إلى كوارث الحروب في العراق وليبيا وحروب أخرى سرقت وعود ما بعد الحرب الباردة بقانون دولي سلمي جديد. لا أرى الصين والهند بهذا المنظور، ولا أعتقد أن معظم الأمريكيين والبريطانيين يؤيدون إرسال قوات على الأرض في سوريا لخوض حرب تفاقم المعاناة والمجازر. بريطانيا تستحق أفضل من أن نسخر أمننا ورفاهيتنا لضعيفية الشخصية في البيت الأبيض. إذن لا مجال لمزيد من الشد على يد دونالد ترامب.